السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر 50 شركة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي تبع مجلة فوربس، ودي بتعاون مع شركة كابيتال الاستثمارية، قعدوا يدرسوا ايه الشركات الواعدة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وجابوا لنا أكتر 50 شركة حوالين العالم. طيب تعالى نشوف الشركات دي. طبعا هم حاطين صورة جميلة جدا ملعوبة فيها بالذكاء الاصطناعي بشكل جميل. طيب دي الشركات، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، هتلاقي طبعا فيهم اوبن اي اي من اكتر الشركات من حيث الفاوندر او فاوندينج، و الشركات الخمسين تقريبا حصلوا 27 مليار دولار في الاستثمارات. كان من ضمنها ان مايكروسوفت استثمرت 10 مليار دولار في شركة اوبن اي اي في اول السنة. الحاجة دي صدرت في 2023 ابريل 2023، فدي اكتر 50 شركة ممكن الواحد يأمل فيهم خير او يستثمر فيهم، ودي السنة اللي بدأوا فيها، ودي عدد العاملين اللي فيها. تعال نشوف اوبن اي اي عدد العمال اللي فيها ساعة لما عملوا الدراسة، 375 بدايتها كانت 2015.